طيب ادي نسيمة. شكرا. هو حضرتك ما تعرفش مين اللي كان ماسك المصحة هنا من حوالي 50 سنة؟ 50 سنة؟ الله أعلم، أصل عدم المؤاخذة أنا لسه سن صغير، بقالي هنا يجي 30 سنة بس. ربنا يديلك طول العمر. أيوة أدي شاكر، أدي ملف شاكر. شكرا. طب حضرتك ما تعرفش يعني شاكر ده راح فين؟ مش مكتوب هنا لو توفى أو خرج أو حصل له إيه؟ لا معرفش. أنت مش بتقول بقالك 30 سنة؟ فكر معايا، ده راجل كان شاعر. بص حضرتك، هو في هنا واحد في المصحة من زمان قوي وبيقولوا له عم شاكر، بس ده مش شاعر، ده لا مؤاخذة يعني راجل بركة. ازيك يا عم شاكر؟ انا اسمي شريف عفيفي، كاتب وصحفي، ومعجب جدا باشعارك، وما تاخذنيش بس انا قريتهم على كبر. طب يا عم شاكر، انا بصراحه كنت جاي اسالك على واحده هنا كانت في المصحه من حوالي 50 سنة. اسمها نسيمة سوفاليان، تعرفها؟ عم شاكر تفتكر الست دي؟ انت مش فاكر الست دي؟ دول بيقولوا لي هنا انك انت دخلت المصحة قبلها بسنة. طب تعرف واحد اسمه سليمان عبد الدايم؟ الأيام تمر علي ثقيلة كئيبة منذ اختفاء نادر، لا أظن أني سأحب مرة أخرى. هو الدكتور فين؟ يبقى لك كتير قوي على الحلقه دي. الدكتور جاي كمان شويه، احمد ربنا ده اتكتب لها عمر جديد، دي واخده منوم مموت فيل. لقد ترك نادر حياتي خوية، أشك أن أحدا سيستطيع ملء فراغها. ما جدوى الحياة بدون نادر؟